في الجزء الأول كنا اتكلمنا عن الأري وإزاي بنوصف الأري. هنستكمل موضوع هنستكمل شابتر 7، وده يعتبر الموضوع التاني في الأري. لكن قبل ما نبدأ في الموضوع التاني هنحاول نشوف مثال بسيط يوضح إزاي بنستعمل الأري. فهنبدأ كلاس جديد وهنسميه temperature 1. المثال عبارة عن المثال هيبقى عبارة عن موجود عدد من الأيام مسجل في كل يوم أقصى درجة حرارة. فالبرنامج عبارة عن هنطلب من المستخدم يسجل عدد الأيام، وليكن 5 أيام. بعد كده هيسجل في كل يوم أقصى درجة حرارة، وإحنا نظهر المتوسط الأفريج في هذه الأيام. فلو لما كناش درسنا الأري كان هيكون الشغل بتاعنا عبارة عن الأول بس نكتب أو المين ميثود public static void من string argument. وطبعا طالما في هيبقى في interaction مع اليوزر يبقى هنستورد import java dot utility dot scanner object. لما كناش درسنا ال array هنشوف الشغل هيبقى عبارة عن ايه. اول سطر هنقول scanner console بيساوي new scanner في argument اللي هي system dot in. هنظهر في الشريط enter number of days integer num days equals console dot next integer. And integer sum equals 0. بعد كده نكتب for loop. for loop تبدأ من 1 وتنتهي عند number of days. في for loop هنقول system dot print system dot out dot print day اليوم الأول وليكن high temperature. ده عبارة عن أول سطر. تاني سطر integer next equals console dot next integer sum equals next and بعد كده بعد ما نخلص الفور لوب هنحسب الافرج هيساوي دبل الصم مقسومة على النم دايز سيستم دوت اوت دوت برنت لاين اند السيستم. هنطبع اخر سطر اللي هو عبارة عن الافرج هيساوي ونطبع المتوسط.
يبقى احنا دلوقتي عملنا ايه؟ الكلام ده لو واحد ما كانش لسه درس الاري كان هيكتب كلاس زي ده. اول سطر عرفنا ان في سكانر اوبجكت اسمه كونسول، بعد كده هنطلب هنكتب على في الشريط في الكوماند لاين انتر نمبر اوف دايز، ادخال عدد الايام، هيكون عدد الايام هو الكونسول دوت نكست انتجر الرقم المستهل اليوزر هيدخله. بعد كده هنعرف ان الصم هو العدد كل الايام بصفر قيمة ابتدائية. في فور لوب هتبدأ بواحد وتنتهي اقل من او يساوي number of days، دي اقل من او يساوي. system dot out في لما عندي مثلا اي بواحد هيطبع ان اليوم الاول عدد اعلى درجة حرارة فيه، ويطلب من المستخدم انه يدخل درجة حرارة في هذا اليوم. هيجمع بعد كده الصم صفر ودرجة الحرارة الأولى هتبقى اللي هي النكست، ودي هيبقى قيمة للصم عند اي ب2 وليكن اليوم الثاني على درجة حرارة، والنكست هو درجة حرارة في اليوم الثاني، وهيجمعها على القيمة الأولى وهكذا إلى أن تنتهي عدد الأيام. بعد ما يخلص الفور لوب هنقول ان المتوسط عبارة عن الدبل، لان الصم انتجر والنم دي انتجر، فعشان نحولهم احتمال كبير ان القيمة تكون دبل، فهنحولها بان نحول الانتجر لدبل، نكتب بين قوسين بين تو براكتس دبل، وفي النهاية نظهر النتائج بسيستم دوت اوت دوت برنت لاين. المتوسط عبارة عن الافرج زي الافرج، ونشوف هذا الكلام. هنعمل run للكلاس، عدد الأيام ليكن 5 أيام، أول يوم درجة الحرارة فيه وليكن 23، 18، 19، 21، 22. فدلوقتي الناتج 20.8. هنعدل بس الواحد والاتنين اللي هم مش مظبوطين، ان هنا هنعمل بس فاصل بين الاي وهنا فاصل بين الدي. كلام كويس. يبقى كده شكله كويس. ونعمل رن، عدد الأيام وليكن 6 أيام، أول يوم أعلى درجة حرارة فيه 30، 34، 40، 21، 25، 18، الناتج 28. لكن في مشكلة في البرنامج ده، ان احنا لو عايزين مثلا نحسب عدد الايام او عدد درجات الحرارة فوق المتوسط، احنا حسبنا متوسط فعلا 28، لكن لو عايزين نحسب عدد درجات الحرارة اللي فوق المتوسط هيسبب لنا مشكلة، لان السكانر في قاعدة بتقول ان السكانر has no reset options that allows you to see the data second time. بمعنى هذا الكلام ان السكانر اوبجكت ما فيهاش خاصية اننا ممكن نعمل او نعمل تكرار او نعمل manipulation للداتا مرة اخرى، اي بنستخدم الداتا من السكانر مرة واحدة فقط. فممكن حد او ممكن يكون في حل اننا نطلب من المستخدم ادخال البيانات مرة اخرى، وده هيبقى هيكون شيء معقد او مش منطقي. فالحل اننا نستخدم الاري. هنشوف ممكن دلوقتي نبدأ كلاس جديد وهنسميه temperature 2، وده هيكون التحديث للكلاس الأولاني باستخدام الأري اللي احنا اتعلمناها في شابتر 7. فأولا هنبدأ public static void main string arguments، دي المين ميثود، وهنستورد كالعادة import java.utilities دوت سكانر اوبجكت. ف
فالكلاس ده هيبقى كلاس، هيبقى نحسن الكلاس الاولاني بحيث اننا نحسب المتوسط ونحسب عدد درجات الحرارة فوق المتوسط. فنبدأ سكانر كونسول equals new scanner argument system dot in. بعد كده هنطبع system dot out dot println how many days وكده integer number of days equals console dot next integer. هنا هنكون بقى المصفوفة اللي هي number of temperature. يبقى integer دي عبارة عن مصفوفة عبارة عن array اسمها temperatures بتساوي new integer عدد الصفوف فيها number of days. يعني عدل بس الاسم number of days. دي مصفوفة عبارة عن عدد العدد number of days والصم كالعادة integer المجموع integer sum equals zero. بعد كده نكون ال for loop. هنقول ان في for بتبدأ من هنا. في الاول كنا بنقول ان نبدأ بواحد لان ما استخدمناش هنا اي array، لكن هنا نستخدم array. الarray عبارة عن zero base indexing. كالعادة الأري بتبدأ بترقيم صفري، فيكون الانتجر اي بتساوي صفر والاي اقل من التمبريتشرز تمبس دوت لينس. في كل محاولة هنقول هنطبع سيستم دوت اوت دوت برنت لاين ان عند اليوم الاولاني داي زائد. في هنا ملحوظة نكتب مش هيكون اي، هتكون اي زائد واحد وده كلام منطقي وهنوضح الكلام ده بعدين. دي اي زائد واحد تمبريتشر ايكوالز هنستخدم ان تمب عند تمب اوف اي هيساوي كونسول دوت نيكست انتجر. وكل مرة هنجمع الكلام ده على الصم بعد كده. بعد ما تنتهي الفور لوب هنقول ان الدبل افريج equals double السم مقسوم على number of days. كده حسبنا المتوسط. عايزين نحسب عدد الأرقام فوق المتوسط integer above equals zero. هنضطر نعمل فور لوب جديد عشان نحسب الأرقام فوق المتوسط. يبقى فور integer i equals zero and i أقل من temp dot length. عشان نطبع الأرقام من الأكبر من المتوسط لازم نستخدم if statement. لو كان temp of i أكبر من الأفريج
إذن ال above هيبقى increment by واحد. وفي النهاية print results system dot out dot print line average equals زائد average وهنطبع ان ال number of temperatures above average هيساوي زائد above. يبقى نمر سريعا على الكلاس. ان اول حاجة عرفنا scanner console. Scanner object عبارة عن console. بعد كده طلبنا من المستخدم عدد الأيام, قلنا إن عدد الأيام خزناها في number days, ويكوننا مصفوفة اسمها temperatures أو temps, عدد العناصر فيها وعدد الإليمنت فيها. عدد الإليمنت في الأري عبارة عن number of days. ويعرفنا كالعادة السم المجموع equals صفر. كوننا اتنين فور لوب, كل لوب بتبدأ بانيشاليزيشن لاي بصفر, والاي اقل من تمبز دوت لينز. وطبعنا في كل سطر وليكن عند اي بواحد هيطبع ان في اليوم الاولاني. عند اي بصفر ما ينفعش نقول هنا اي مباشرة, لازم يبقى اي بلس ون. وهنسجل التمبرتشر في هنخزنها في الاري, ومع نهاية الفور لوب هيكون الاري امتلأت بعدد العناصر اللي هيستخدمها المستخدم. وفي كل مرة هنجمع الكلام ده على الصم, ونحسب بعد كده الدبل اللي هي الافرج المتوسط. وعشان نطبع عدد العناصر فوق الافرج لازم نعرف انتجر اباف, او ممكن نسميها انتجر كاونت. وبعد كده كوننا فور لوب بتبدأ بصفر وأقل من 10 بزلينس, وبتنتهي عند عدد المصفوفة. وإف لوب عملنا إف لأن عايزين نطبع عدد العناصر فوق المتوسط, وفي كل مرة في عنصر أكبر من المتوسط بنعمل إنكريمنت للكاونت, بيسجل في الكاونت برقم صحيح, ونطبع النتائج ونشوف الكلام ده. نعمل ران للكلاس. عدد الأيام وليكن 5 أيام. أول يوم 30, تاني يوم 29, تالت يوم 28, رابع يوم 21, خامس يوم والأخير وليكن 19. هنا حسب الأفريج 25.4, والمتوسط أو عدد الأرقام عدد درجات الحرارة فوق المتوسط عبارة عن 3. وننهي